السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم اليوم بصوتكم. راح نعرض لكم بهاي الحلقة أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي. أشدد على هاي النقطة أنه إحنا اللي دن عرضه، الناس دت عرضه على مواقع التواصل الاجتماعي وإحنا دن بثلكم إياه. يعني ننتظر مشاركاتكم عبر أرقام هواتفنا اللي ظهرت أسفل الشاشة. من داخل العراق عندنا رقمين، من خارج العراق عندنا رقمين، وأي شخص ما يقدر يتصل بينا لأي سبب إن كان يقدر يدزلنا حسب الرقم الأخير اللي بصفه إشارة الواتساب رسالة على رقم الواتساب، نقرأها إن شاء الله بالدقائق الأخيرة من حلقة هذا اليوم. نبدي أول ملف ويانا واللي هو ملف الكهرباء. هذا الملف الشائك اللي ما إلى أي حل لحد هاي اللحظة، واللي أنا جاي أحكي بيها وياكم بعد ملف الكهرباء على ما هو عليه، على الرغم من صرف أعتذر، من هدر المليارات من الدولارات على هذا الملف من قبل الحكومات اللي تعاقبت على حكم هذا البلد الأغر. نبدي ملفنا هذا من محافظة البصرة. عروس الخليج العربي، تحديدا قضاء الشط العرب، هناك سكان الحي العسكري بالقضاء يعانون من عدم وجود شبكة كهرباء نظامية بالمنطقة. تخيلوا انه عندكم حي رسمي بطابوات وبأجارات وبمعرف شنو، بس ما بي شبكة نظامية للكهرباء من 13 سنة. هذا الشيء شنو اضطر الأهالي؟ اضطرهم انه هم يروحون يشترون أعمدة مال كهرباء، هم يروحون يشترون أسلاك يعني وايرات من السوق، وجوي هم بإيديهم مدوا الأعمدة والأسلاك والكهرباء من الأحياء المجاورة إلى حيهم. وفوق كل هذا لا شبكة نظامية، لا الدولة شايفة الوضع هناك، لا وزارة الكهرباء تعرف إيش صاير هناك، لا دائرة توزيع الطاقة الكهربائية تعرف، بس عمليات الجباية مستمرة عليهم حتى الدولة تستقطع منهم أجور الكهرباء. تعال نشوف. من قضاء شط العرب من منطقة الحي العسكري، اليوم هو الأربعاء الموافق 7/6/2023، صدق أو لا تصدق، يعني بشرفكم احنا في عام 2023، وهذا حي نظامي تم توزيعه من قبل بلدية شط العرب، عرصات ودور، كل بيت بيه طابو، مو زراعي ولا تجاوز المنطقة، منطقة سكنية مو استاذ، نعم. بيها طابوات بلدية ومحال مشروع تبليط والبنى التحتية لشركة متيتا والآن شركة اسمها أبطال فرات. موضوعنا شبكة الكهرباء منذ عام 2010 أو 2012 حسب ما نقلوا لي الأخوة، لحد هاي اللحظة العالم شبكة كهرباء ما عندهم. خويا مدير توزيع كهرباء الشمالية وينك؟ هاي مناشدة إلى السيد وزير الكهرباء أستاذ زياد ابن البصرة. شوفوا احنا من نتكلم اخوان، يقال كان مشروع محال عليها، شوفوا كلها ضفاير مشطرين من المناطق القريبة المجاورة، سبلت ما يشتغل عندهم، ومنطقة نظامية يعني من 2010 او 2012 بالضبط ما اعرف من يا سنة 2012، من 2012 لغاية اليوم شوفوا الضفاير، وهاي المنطقة كلها ضفاير ومبلطة نصها والنصف الثاني ما كامل تبليطة. منطقة نظامية بس ما بيها كهرباء، يعني هي كل دولة تتوسع، كل محافظات الدول العالم كلها أو ألويتها أقضيتها تتوسع، عندها خطوط توسع وعندها خطط للتوسع، وكل خطة توسع يفكرون بالشوارع بالمناطق الخضراء اللي هي الباركات أو الساحات اللي الناس تروح تتنفس بها، متنزهات يعني، تفكر بالمي، تفكر بالتكرمون المجاري، تفكر بتصريف مياه الأمر، تفكر كل ذني قبل ما تنفذ وتسوي أي شيء، تفكر بالطرق، تفكر بالتوزيع، تفكر بمدارس، تفكر بمستوصف، تفكر ذني خدمات توجدهن على الخريطة، ولما تجي تنفذ تنفذ ذني شيء وبعدين تجي توزع وتقولهم تعالوا سكنوا. بس منطقة نظامية 13 سنة ما بيها كهرباء، والناس هي اللي تروح تجيب كهربائها ومشطلة على غير ناس أو على غير أحياء وعدهم جباية. زين السؤال، إذا هو جايب الكهرباء شطل، أنت الجباية شون تقراها إذا هو ما عنده ساعة مثلا؟ هاي رقم واحد. رقم اثنين، إذا هو جايب الكهرباء شطل يعني ما عنده ملف يمك، فأنت على أي أساس دا تروح تقول له اعطيني فلوس الكهرباء؟ وإذا ما عنده ملف يمك ليش ما فكرت تقول له يابا تعال سوي كيان نظامية وأحط لك ساعة وراها
اخذ لساتي. من محافظة البصرة نروح إلى حي الوحدة بمحافظة القادسية. ظهر هناك عدد من أهالي الحي نتيجة انقطاع التيار الكهربائي عن الحي أكثر من 4 أيام. تخيلوا حي بمدينة 4 أيام ما بكهرباء. وناشدوا الأهالي المسؤولين أن يرجعوا لهم الكهرباء وأن ينظرون إلى معاناتهم، خصوصا أنه إحنا في فصل الصيف وهم عايشين بالعراق، ومحافظات العراق الجنوبية معروفة تسجيلها درجات حرارة قياسية وبشكل سنوي. تعالوا نسمع. حسين حبيب أبو الغيرة أبو الشهامة عمي أمشي عليك الحسين، ما هو حال العالم؟ هاي ناس، هاي فقرة، هاي ما حد لها غيرك. الكهرباء صار 4 أيام بحي الوحدة مقطوعة، ملينا. رحنا دارة الكهرباء يقولون لنا روحوا مو يمنا، نروح للمحطة الرئيسية يقولون مو يمنا، نروح للمحافظ ما يفتحون لنا الباب، نروح للوزير وين نروح؟ بس حاجينا نريد همتك. شوف الناس كلها عتا جهال، كلها عتا مرضى، تباوع تقول بمقبرة. منطقة حي الوحدة أمشي عليك الحسين، شوف لنا حل. أريد حل وقفتك ويانا، أريد همتك يا سيد عقيل. وبروح أخيك، بروح أمك، الله يشهد ملينا. صار لنا 4 أيام بدون كهرباء، تجي لها دقيقة تطفي لها 25 دقيقة، يعني ملينا. هم من نروح؟ هم من الناشد؟ أريد همتك، وبروح أخيك، وبروح الحسين، ما عندنا واحد الناس غيرك. يعني إذا يروحون على الدائرة يقولون لهم مو يمنا، والدائرة يروحون على القضاء يقول لهم مو يمنا، والبلدية تقول لهم مو يمنا، والوزارة تقول لهم مو يمنا، والمديرية تقول لهم مو يمنا. احتمال قضية الكهرباء عندهم في المدينة يم وزارة الزراعة، تعرفون، لأن لازم يزقون المكان اللي يزرعون به عمود مال الكهرباء على مود يخضر ويطلع ويكبر حتى يشدون عليه واير. لا عاد يمنوا الموضوع إذا مو يم وزارة الكهرباء ومديرياتها الفرعية التابعة لها. إذا قضيت الكهرباء مو يم الوزارة ويم مديرياتها، لا عاد يمنوا، وين يروحون؟ هاي المشكلة المواطن بيته مو بس هو اللي يعاني من عندها، لا، هاي الصورة اللي وراي راح تشوفوها هسه من مستشفى الديوانية بمحافظة القادسية. انقطاع تام للتيار الكهربائي عن ردهات المرضى لساعات، وهذا يعني اكو أجهزة وقفت، هذا يعني انه اكو ناس معتمدة على أجهزة وقفت، هذا كله بوسط جو حار وأزمة ما انحلت من سنوات ويعاني منها ابناء الشعب العراقي بشكل عام. تعالوا نروح للمستشفى نرى معا. تخيلوا مستشفى عندك مريض بيها او انت مريض الطب المستشفى وتطفى عليك الكهرباء. ناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع، واول تعليق موجود ويانا من منصة فيسبوك علي سلام يقول وين المحافظ؟ مو طلع ذاك اليوم بالدائرة مال الكهرباء وقال راح اذبح واصلخ اليوم اذا ماكو تحسن بالكهرباء، اشو كل شيء ماكو شنو بس قدام الاعلام. اما قيس أبو رضا يقول والله صحيح، أهل الكهرباء ما يستجابون المواطنين، المفروض يحاسبون شكو مسؤول بالكهرباء. ميثاق أبو طه يقول هو وعود الحكومة أقصى حد إلى أسبوعين، الباقي كذب بكذب لأنها غير قادرة على إدارة بلد لا أكثر. وآخر تعليق يانا علي زبون يقول أعتقد الكهرباء للأسوأ بسبب فساد تقسيم المناصب بين اللصوص. فكانت هاي تعليقات الناس حول قضية الكهرباء وأزمة الكهرباء اللي يعانون منها المواطنين. أبو عمر من الناصرية حياك الله. السلام عليكم عمي أفل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلون صحتك؟ هلا بيك يا الغالي. طبعا احنا يعني جاي ننظر لها، يعني احنا بزمن الجاهلية. نعم. ما أدري. يعني لا بزمن الجاهلية خلي يسمعوني هم. زين؟ نعم. كهرباء ماكو، شنو السبب انقطاع الكهرباء عن المحافظات؟ ليش؟ يعني انتم يعني بنعيم والعالم، هاي الشعب العراقي بجحيم، يعني هاي ما صارت، صار لكم حوالي هاي 2023 دخلنا بيها، يعني احنا جاي نتقدم لو جاي نرجع لورا. انا اريد اسال رئيس وزراء السوداني، انا جاي ناشده
دينا بياسنا احنا بياسنا يعني عندنا خشب زين زين هاي الفلوس هاي الراحة هاي المليارات زين كل من اجوا قاعد على الكرسي قال والله سوينا والله ذاك اليوم انا سمعت من الشرقية هذا مدير الكهرباء ما ادري ياهو والله زين والله السنة زين الكهرباء عمي يا زين الكهرباء يا زينة ما أدري يا زينة يعني أدي جاي تقطعونا ياهو يعني شلون جاي تقطعونا علينا زين حتى الله ما يقبلها هاي الدول عمي الدول هاي تبار شعبها أنتوا جاي يعني حطمتوا الشعب العراقي يعني ما يصير هالشي والله ما يصير عمي زين لولا ما تخافون من الله أنت محمد الشيعة السوداني نسوي هالشي ونسوي سوي أول ما جيت سويت على الهور مرق وسوي خواشي زين لولا والله سويت علينا قبل وربيع يعني ما يصير هالشي يا كهرباء يا عمي يا كهرباء عيب عيب عليكم عيب عيب شوية استحوا عمي شنو هاي هاي مو كهرباء يا بالله شو هذا سوينا توجوه نحن يعني الظاهر دائما انقطاع زين ليش تقطعها ليش تقطع الكهرباء ليش ما تخافوا من الله يا لا ما عندك ضمير يعني العالم هاي المستشفيات خطية زين العالم هاي المرضى زين ما تقول هاي مرضى بيها ما تقول بيها يعني ناس كبار نعم ما تقول اطفال مرضى زين لو لا ليش جاي تقطعونها شنو التعمد هذا التعمد وخراب للبلد والله العظيم ويا معكم طلع وقال سوينا يعني كله وعود كاذبه ماكو وعود صادقه زين لو لا عيب عليكم شويه استحوا 2023 استحوا عيب لا شارع بخير زين ولا لا كهرباء بي خير لا صناعة بي خير زين لا صناعة بي خير يعني موتوا البلاد حطمتوا تحطيم والله وجاي ندعي عليكم والله أدينا رب العالمين يعني ما تخافون من الله زين ولا جات تقول ذيول عيب عليكم تقول ذيول الغاز من إيران إحنا شنية إحنا بلد الثورات بلد خير من الله إحنا ثروات ضالة النفط هذا النفط والله العظيم يعني شنو ما تقول لي شنو انتم من بشر ما يعني ما تحسون نعم. العالم جاي تدعي عنكم خوفتنا الله نعم خافوا من الله شكرا عمي خافوا لك ابو عموري المشكله تعرفون مشاهدينا الكرام انه على الرغم من كل هاي الخيرات الموجوده بالعراق اكو بكل هاي الازمات هسه ما نحكي عن ازمه الكهرباء مثلا عندنا احد الاقضيه باربع ايام ما بها كهرباء اكو ازمه بالبلاديه ازمه وقود أزمة وقود إذا ماكو نفط مثلاً أو بنزين فلا لا لا تشتغل ولا لوكس يشتغل ولا شيء حتى ينورون البيت إذا ذني ما موجودات فأبو البيت يحتاج يروح يجيب شموع فتخيل واحد أربعة أيام ما عنده كهرباء ومقعد البيت مالته من الصبح لليل على شمع إيش قد يراد لفلوس في بلد ما بي وظائف ما بي تعيينات ما بي تقاعد بخير ما بي رواتب رعاية اجتماعية تعيش الناس وبي بطالة وأزمة فشلون راح يمشوها الناس نروح إلى تلوث جديد هسا حكينا عن الكهرباء وأزمة الكهرباء بالعراق هسا نروح إلى التلوث مواطن عندنا من محافظة كربلاء وثق لنا التلوث الموجود بمياه معمل الكفيل هذا المعمل اللي تعود ملكيته إلى العتبة العباسية تخيلوا المي أكو بي دود وغير صالح للاستهلاك البشري وتساءل المواطن واحنا همينا نتساءل وياه شنو دور الرقابة الصحية بالبلاد شلون هذا المي يروح للمواطن وشلون ما خايفين على الناس تعالوا نشوف سوية بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم مركز الكفيل السلام عليكم العتبة العباسية المقدسة شوفوا هذا المي جاي اشترينا كرتونة كاملة بس النموذج هاي من عندها الغلاس شوفوا هسه راح اشوفكم يعني باكر عقبه محرم جاي دول الزوار شلون يعني يشربون المي هذا شوفوا السلام عليكم انت تعبي مركز الكفيل واحنا نقول مركز الكفيل نظيف هاي شوفوا اكو بيه اشكال وخلل شوفوا الدود والله العظيم دود سلابيح ودود شوفوا هم تقولون خاف مفتوح هاي اثرته لا مفتوح ولا شيء شوف هاي الدود السلابيح بنص القلاص سلابيح يا ناس يا عالم رحم الله والديكم انتبهوا الرقابة الصحية
قبل عتبة العباسية السيد أحمد الصافي رحمه الله والديكم، يعني وصلت لحد المي. دخيل الله، دخيل محمد، دخيل الحسين. شوف السلابيح حبيبي سيدنا، هاك خنفسانة مال سلبوح مال براس عيال. اكو واحد هيك يشرب؟ والله انا اشرب ما ادري، وبطنه كلش توجعني. اقول شنو هاي الالم من عندها؟ قلاصات معلبة ومجهزة ومقفولة ومختومة، هي واحدة من اثنين، يا يدرون يا يدرون، بس منو يحاسب؟ الما يدرون. من كربلاء نذهب معا إلى محافظة البصرة. لما نحكي عن تلوث المياه، أدنى أكبر محافظة تعاني من هالشيء البصرة. مواطن وثق لنا المي اللي دا يوصل هالمرة إلى أنابيب البيت، بوار البيت اللي هو وعائلته عايشين بيه بمنطقة العشار بالمحافظة. يعني هنا دا نحكي عن شبكة الإسالة الخاصة بمنطقة العشار. شنو يتبين لنا من خلال المقطع؟ يتبين لنا التلوث الواضح للمي وعدم صلاحيته للاستهلاك البشري. لا أكل، لا شرب، لا اغتسال. سأل المواطن عن دور المسؤولين ومحافظ البصرة من هالشيء. خلونا نشوف. ربكم هسه هذا ماي، بالله عليكم، هاي بتيني العشار، تفضل. والجماعة جايين مشاركة ويحطون عدادات مع الماي. عم نظفوا، يلا تاخذون جباية، الله يحفظكم إن شاء الله. هذا ماينا قسما بالله. سوينا صعدنا للتانكي، تفضل. هذا الماي بالتميمية ملينا بالعباس بس من المناجنات. يلا من الراي، وين الأموال اللي صفت على البصرة وعلى الماي؟ وين الشركات؟ وين المسؤولين؟ يلا شربكم الحيوان يسبح به هذا، يشربه يغسل به. تفضل. قسما بالقران هذا الماي اللي سحبناه سونا من التانكي بعد معاناه طولت 15 يوم ماكو ماي، وحولنا على خط ثاني. يلا. لا يقول بالفيديو 15 يوم ما عندهم ماي. هاي البصرة نطلع من عدها ونروح هسه إلى الناصرية بمحافظة ذي قار. نروح هسه إلى مستشفى الناصرية. تم تداول مقطع على مواقع التواصل الاجتماعي. هذا المقطع المصور تداوله العديد من المواطنين. يبين لنا هذا المقطع حال نافورة المستشفى، واللي الظاهر من الصور أنه هذا هاي النافورة متروكة من زمان، وصار لها فترة ما حد مقرب عليها في مكان من المفترض أنه بيه نظافة عالية. تحول لون المي إلى أخضر وراكد. طبعا هي أكبر مسبب للأمراض، فهم يقول لك ما بيها شيء. يجي المواطن يلقف له مرض منه يطب للمستشفى يتعالج، في حال لو كان أكو دواء بالمستشفى. تعالوا نشوف المستشفى إذا أطيدها تشتغل شو تسوي؟ تجي ذب ماي هيك. أها هاي شو أقول لك؟ هيك يعني تجي بيدك، مو شيء على الكهرباء. النافوره مال المستشفى اذا تيدها تشتغل شو تسوي؟ تجي تذب ماي هيك. اها هاي شو اقول لك؟ هيك يعني تجي بيدك، مو شيء يعني. تعرفون انه بلاد النهرين قريبا لن يكون بلاد النهرين بسبب الجفاف، لانه ايران حولت ما حولت من الأنهر عن العراق وأدى إلى جفاف النهر، وإضافة إلى دول المنشأ للنهر أو السدود اللي انبنت في سوريا وفي إيران وفي غيرها هي السبب في اللي يصير في العراق. فتخيلوا أن العراق بي نافورة بس ما بيها مي، هاي حالة طبيعية. الناس لما شافت هذا الفيديو علقت على هذا الموضوع، وأول تعليق موجود يانا من آشاق الزيد يقول مع الأسف نصف الحكومة والقادة والأحزاب وكلهم من الناصرية وهذه أحوالهم جريمة. مصطفى مطشر يلا بس همزين تشرب منا طيور أحسن من الماكو. وحسن خير الله الجهلاوي يقول هاي مسوينها للمريض يقضي بيها وقت لما يوصل السرة مالته، يعني يلعب بيها يقزة.
احمد عبد الامير يقول خويا هاي اذا تصلح، هاي اذا تصلح تكلف مليار ونص. بس احمد مليار ونص دولار لو دينار، لازم نحدد. فكانت هاي تعليقات الناس حول قضية تلوث المياه. تخيلوا هاي أكثر من منطقة صرنا عارضينها في برنامج صوتكم، لأكثر من محافظة عراقية، أكثر من مدينة عراقية، مياه شبكات الإسالة، مياه غير صالحة للاستخدام البشري، ملوثة ذات رائحة، وبالتأكيد ما حد يقدر يذوقها. والمعروف عنا أنه المي لا لون ولا طعم ولا رائحة له. أما قلاص مي مختوم ومعلب بدود، هاي جديدة شفناها بال 2023. نطلع من تلوث المياه نروح إلى تلوث الهواء. نانا لما نحكي عن تلوث المياه والهواء، أكو محافظة عراقية تعاني من هذا الأمر أكثر من باقي المحافظات العراقية، هي البصرة، بسبب التلوث الناجم عن حرق الغاز المصاحب لعمليات استخراج النفط. مشكلة الكهرباء اللي حكينا عنها بأول حلقة سببها أنه إيران قللت الغاز الإيراني اللي تشتغل عليه محطات توليد الطاقة الكهربائية بالعراق، واللي أغلبها محطات غازية. الكل يعرف أنه العراق به محطات توليد طاقة كهربائية تعمل على الغاز، والعراق بنفط، وهذا النفط لما يستخرجوه أكو يا غاز، بدال ما العراقي يستخدم غازه ويستثمره ويولد لنا طاقة كهربائية تصل إلى الاستقرار بحيث الشعب يعيش مرتاح، لا الجماعة شو يسوون؟ يحرقوه. شو يخلف هذا الشيء؟ تلوث بيئي كبير، إصابات، أمراض، سرطان، التهابات جلدية، التهابات تنفسية، ربو وغيرها من الأمراض. كل هذا بوقت تعرفون البصرة بها خيرات تعيشها بنعيم من كل النواحي، وبالخصوص الخيرات النفطية، وبسبب الغاز وحرقه يموتون عشرات المواطنين، ويعيش القسم الثاني يعاني من الإصابة بأمراض السرطان وأمراض أخرى وموت بطيء. وهنا عندنا فيديو لأحد الناشطين اللي يشرح لنا هاي الحالة. السلام عليكم، أنا المواطن عبد الله محمد من محافظة البصرة قضاء الزبير. اليوم القضية راح نتحدث عنها قضية حرق الغازات السامة المسلطنة التي تشكل خطرا كبير على أرواح الناس. اليوم أنا راح نتحدث لكم عن أحد الشركات لتصفية النفط الخام الأسود، اللي هي شركة مصافي الجنوب. مصافي الجنوب أحد أكبر شركات العراق لتصفية الخام الأسود. هاي القضية راح نتحدث بها، للأسف لا نرى أي مسؤول مهتم بها. اليوم الحالات السرطان جاي يزود يوم عن يوم، ما نعرف شنو موضوعهن. الأطفال جاي تمرض وجاي تصاب بالأمراض السرطانية يوم عن يوم. اليوم أمامنا أحد شعلات شركات مصافي الجنوب. هاي الشعلة جاي تنتج ثنائي أكسيد الكربون مع الغازات السامة الأخرى. اليوم ما نعرف قضيتها من وزير النفط. البصرة حالياً في خطر، أطفالنا في خطر. يا محافظ البصرة، يا رئيس الوزراء، إلى كل من يهمه الأمر، للأسف نواب الزبير، للأسف نواب البصرة، لا تقل لي كلفة تنصيب الشركة راح يصير هواي. أرواح المواطنين الأبرياء هم هواي جاي تروح. أما حقل الرميلة النفطي في البصرة، الحال هناك هو بحده. لما نشغل لكم هذا الفيديو راح يشرح لكم هذا المشهد اللي هو حرق الغاز المصاحب لعمليات استخراج النفط، يشرح لكم ويلخص لكم الكلام اللي حكينا عنه أو اللي حكينا به عن تلوث البيئي بسبب هذا الشيء، واللي إذا تتعرض إلى مدن العراق خصوصا المدن النفطية بسبب الإهمال الحكومي المتعمد لهذا الملف، اللي من الممكن أن يوفر على العراق مليارات من الدولارات في حال لو استغلينا هذا الغاز واستغنينا عن الغاز الأرجنتيني اللي هو الغاز الإيراني، وراح يوفر لنا الكثير من الطاقة الكهربائية اللي من الممكن أن تصل إلى الاستقرار في حال شغلنا محطات توليد الطاقة الكهربائية العراقية اللي تعمل على الغاز، وفي حال شغلنا المحطات اللي من المفترض أن الحكومات وخصوصا في زمن المالكي اتعاقدوا عليها من سيمنز وغيرها من الشركات العالمية. تعالوا شوف.
هذا الغاز كله دا يحترق، وهذا الغاز نقدر نستفاد منه، وهذا الغاز يقدر يوفر لنا، يوفر لنا فلوس الغاز اللي دا نشتري من إيران، فلما يوفر لنا هذا الفلوس نطيل الرواتب فالناس تقدر تعيش. هذا الغاز يوفر لنا انه هذا الدخان ما موجود. هذا الغاز لو ما حرقناه واستثمرناه راح يوفر لنا انه هذا الدخان ما موجود، تلوث ما موجود، الناس ما راح تمرض وتتأذى، والهواء ينقى او يتصفى. بس هذا حال العراق. الناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع، واول تعليق موجود ويانا من منصة فيسبوك جمال العامر الخيكاني يقول: موضوع مهم، يجب التركيز على التلوث الذي يحصل على المناطق القريبة من المصافي. حسين الغالب يقول: الله يشهد عندي حساسية، وكل ما أطلع أبتلي على عمري، عيوني جاي تتدمر والطلعة حسرة علي. وأبو حسون البصري يقول: الشركات النفطية تربح المليارات والشعب يجني منها الموت والجوع والحرمان. أما نعيم أبو كرار العراقي يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، سووا حل، الناس جاي تعاني. فعلياً لما أبو حسون يقول الشركات النفطية جاي تربح المليارات والشعب يعاني منها الموت البطيء، مو بس هاي، الشركات النفطية تربح مليارات وتحرق لنا غاز والناس تصاب بأمراض، ومنها أمراض سرطانية، وعلاج السرطان في العراق ما شاء الله تعرفون إيش قد مكلف، فالناس تتمرض تروح إلى المستشفى، المستشفى ما بيها خدمات، ما بيها أدوية، ما بيها كل شيء، لأن المستشفى الحكومية الحكومة هاملتها، فيضطر وين يروح؟ إلى المستشفى، المستشفيات الأهلية. هاي في حال لو أكو مستشفى أهلية زينة، لأنه أكو هواية مستشفيات أهلية هي عبارة عن عملية قصب. فالمواطن، شركة النفط تستفاد من نفطك وانت تروح تدفع فلوس الى المستشفيات الاهلية، فبالحالتين هم ربحانين منك، من الخسران مرتين انت. ابو رحمة من امريكا حياك الله. مرحبا اخي. مرحب اخي، والله حبيت بس اعلق مداخلة صغيرة بالنسبة لموضوع المياه. نعم. يعني المياه القادمة من منابعها من تركيا. نعم. المجلس النواب ما يعني يبدي أي اهتمام للموضوع هذا. الأخ حاكم الزاملي قبل ما يستقيل التيار الصدري، نعم، كان يضغط باتجاه يعني ضغط باتجاه تركيا، لأن نستورد الكثير من البضائع والمواد الغذائية منهم. زين. فكان يضغط باتجاه ذلك ل إيقاف الاستيراد هذا أو مشاكل لإجبارهم على يعني فتح المياه على مصراعيها للعراق كما طيب في السابق. أبو رحمة أوكي، يعني دول المنبع لنهري دجلة والفرات هي تركيا صحيح، لكن أنت تعرف سوريا إيش قد بنت سدود على نهر الفرات؟ نعم. تعرف هاي القضية لو لا؟ لا والله ما عندي. سوريا بنت أكثر من 10 سدود على 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 ممر صغير من أو على جزء صغير من نهر الفرات يمها، وهذا همنا أثر علينا. زين، تعرف إيران كم نهر جففت أو كم منبع إلى نهر دجلة حولت مساره إلى داخل إيران، علما أنه أكو اتفاقية دولية للدول المتشاطئة تمنع هذا الشيء لو ما تعرف؟ صحيح، هذا صحيح، يجب الضغط على إيران أيضا، يعني أكثر من 40 نهر وجدول ومنبع تم تحويلها وتجفيفها عن العراق، وهذا همين أثر عن العراق. فإحنا إذا نريد نحكي فلازم نحكي عن الملف ككل. يعني إحنا يعني حاكم الزاملي لما طلع وتقول لي ضغط وضغط وضغط، زين ما هي ضغوط حاكم الزاملي على إيران لإعادة حصص العراق المائية؟ نعم، يجب الضغط على إيران أيضا. نعم، إيران وتركيا. نعم. نعم. صحيح الكلام، صحيح. نعم، أشكرك جدا. شكرا. العفو، عفو، أشكرك على سعة صدرك، شكرا لك. أبو علي من الديوانية حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بشغلة المياه. نعم. إيران اليوم تطالب أفغانستان تقول لهم هذا نهر يجي من أفغانستان يطب على إيران. نعم. اليوم تطالبهم تقول هذا حرام، هذا شريان الحياة، لأن أنت نهر واحد ما قبلت عليه وتحشدين الجيش لما أفغانستان. نعم. لأن أنت قطعت 40 منفذ للمياه على العراق قطعتين، هذا لا شيء،
ما ادري من جانبكم رحيم الرؤوف ومن جانبنا شديد العقاب. لا انا تعرف يعني شنو السؤال ابو علي، تعرف شنو السؤال اللي تبادر الذهني؟ اذا ايران قالت هو الماء منبع يعني مصدر الحياه وحرام انه ينقطع، معناها انه لا يجب قطع الحياه عن الناس، فهل بنظرهم انه الشعب العراقي لا يستحق الحياه فقطعوا المي بينما هم يستحقون الحياه؟ انا هذا السؤال اللي اوجهه لكم. والله انا اتنوع، تركيا اسلاميه وايران اسلاميه واثنيناتهم الله وكيلك اليهود اشرف من عندهم. وثانيا جبت على امراض السرطان، انا بالنسبه لي والدتي توفت بمرض السرطان من 2007. نعم. ووالدي توفى من 2017 بمرض السرطان. نعم. من قلت لك الله شاهد عليه ما عندي مانع اسوي لهم عمليات. يعني هل يستوي الذين يؤمنون والذين لا يؤمنون؟ ما نستوي احنا ويا البرلمان ولا نستوي ويا الحكومه. هذولاك حصتهم الاموال تجيهم من امريكا، واحنا حصتنا يمصون بدمنا. نعم. ياخذون النفط يروحون يبلون ببغداد، يبلون الدول مصر، يبلون للخليج، واحنا ضالين يعني حصتنا بس الضيم والتعب. نعم. بالله عليكم يا وزير الكهرباء يا وزير الصحه، يعني ما اعتب على رئيس وزراء، لان رئيس وزراء مسؤول على كلها، بس هو لازم يضربهم بالعصا دول، يستخدم العصا وياهم. وزير الكهرباء اطلع، وزير النفط اطلع، انت من تاخذ النفط وتاخذ احنا بس مرض السرطان حصلت من عسل مرض السرطان يصيبكم يا الوزراء كلكم على الوالد والديكم. يعني احنا شنو يعني بشر عايشين بالعراق؟ اسرائيل ما قالها ثلاثه قلبت الكره الارضيه قلبتها، واحنا الاف قالت تروح بمرض السرطان ما حد له شغله بيها ولا واحد يقلبها، ويروحوا للمستشفيات يسبون السلم الله وكيل. يعني احنا نحكيها من الصميم قلب الجنوب، هذا موجود على ارض الواقع، على ما احكي لك يعني كعداوه دوله كعداوه يا شخص، لا لا احكي لك على ارض الواقع الموجود ان نعيشه اليوم، احنا نعيشه هذا، واذا كذبون خليجون يعرفون هم، بس هم مالكين بالشركات مالتهم مالكين بالفلوس، لين يخلص فترته ويطلع لاوروبا. بس اقول له تطلع لاوروبا بس عد الله ما تضيع، والله وقوفكم امام الله، ولا انتم ما تعرفون الله، لا تعرفون الله كان عانيتم مثل ما عانى الشعب العراقي. نعم. الرسول كان يقعد وياهم بالشمس، ما حاط له خيمه، قعد وياهم بالشمس حال حالهم. نعم. مشكور. شكرا شكرا لك ابو علي. نروح هسه الى ملف الخدمات اللي عاني منها العراقيين من الاحتلال الامريكي عام 2003 الى الان واللي ما انحل منها ولا شيء. نبدأ من قضاء الحمزة الشرقي التابع إلى محافظة القادسية، وثقلنا ناشط الحال المزري اللي يعيشه الأهالي بسبب انعدام الخدمات الأساسية في القضاء. لما نروح للقضاء ما نلقى ولا طريق واحد معبد، على الرغم من وجود مئات العائلات اللي عايشة به واللي هي بحاجة إلى هاي الخدمات الأساسية بوسط غياب تام للمسؤولين عن المنطقة. خلونا نشوف اللي تجي بها الأحزاب أو تجي بها المرشحين أو السياسيين أو القادة، دائما الشعار هو الفقير، وأنا أريد أقدم خدمة للفقير وبساعد الفقير وأنا أبو الفقير وأنا لسان الفقير. تتخيل هذا وضع الفقير، قرية كاملة قضاء الحمزة، قرية ياسر يسمونها، شارع تبنيت واحد ماكو بها، قرية كاملة بها آلاف العوائل، آلاف العوائل موجودة بهاي القرية، شارع نظيف ماكو، رصيف ماكو، نجاري ماكو، شبكة مال كهرباء ماكو. زين هذه الأطفال إذا صار مطر وإنه يريد يروح للمدرسة، تخيل هذا الشارع اللي يمشي به، هذا أنا بداية الشارع، فاللجوة اللي موجود يعني آلاف الأمتار اللي موجودة للأبد، هذا شارع المفروض هذا شارع رئيسي لهذا المكان، سباسات ما جايبين، سباسات ما مكلفين أنفسهم خطية موازناتهم قليلة وجايبينها لهاي الناس. هذا حال مدينة بالعراق الغني بالنفط بال 2023. أما بالديوانية في محافظة القادسية أيضا عندنا مقطع مصور من أحد المواطنين يبين الحال السيء اللي عاني الناس بشارع 40 الحيوي بوسط المدينة بسبب تراكم النفايات يعني الزبالة أجلكم الله، والمياه الثقيلة واللي هي مياه الصرف الصحي أو المجاري بوسط الشارع واللي تعرقل حياة المواطنين وناجدة والناس المسؤولين أن يحلون المشكلة ويعالجون الخلل. تعالوا نشوف.
التقية الثالثة شارع مازري بن تشرشي، هذا شارع مازري بن تشرشي، هذا شارع 40، هذا الطفل هنا إذا وقع يموت، الله وكيلكم. جاي نعاني من هاي الظاهرة. مدير البلدية افزعنا. حوضيات شي غميجة، هاي كلش غميجة، هاي مياه الأمطار الثقيلة. هاي الحالة ولا سما نشفت عندنا، الله وكيلكم، هذا الشارع كله مسدود. لا واحد يطب ولا واحد يطلع. يعني لا جمالية اكو، لا مظهر حضاري، لا رائحة جميلة، لا حياة واحد يقدر يطلع. يعني هسه اللي قاعد بالبيت يقول لك ما اطلع، وين اطلع؟ اطلع بنص الريحة والعفن والاوساخ وغيرها وغيرها، وممكن اتمرض وما اعيش. من الديوانية نروح إلى بعقوبة بمحافظة ديالة. وثقلنا ناشط الحال المزري بسبب تراكم همين الأوساخ أو الأزبال بمنطقة المفرق، وبين لنا أنه الأهالي يطالبون الجهات الحكومية، وحقهم أنه يطالبون مو يناشدون، أنه تخلصهم من هاي النفايات والأوساخ اللي تعطل حياتهم وتتسبب لهم بالعديد من الأمراض المزمنة والمعدية والمكلفة لهم والأولادهم. خلونا نشوف المقطع سوية. شوفون هاي المشاهد اللي خلفي، هاي بالمخطط متنزه، لكن بالحقيقة حظيرة للحيوانات ومكب للنفايات ومستنقع للأمراض. وإحنا اليوم نعيش أزمة الحمى النزيفية، الحيوانات بنص، الأهالي مربوطة في المكان المخصص أنه يكون منتزه للأهالي. هذه المنطقة في منطقة المفرق بنهاية منطقة خليل الصالح، اليوم الأهالي يشتكون من تراكم النفايات والأمراض ويطالبون الحكومة برفع هذه النفايات وردم المستنقع اللي حصل والمكان اللي أصبح هو مربط للحيوانات من قبل البعض. هاي المناشدة يتمنون من الحكومة أنه تستجيب لهم. ونحن الآن في عام 23، هل من المعقول في نص المدينة يوجد مكان مستنقع للنفايات والأمراض ومربط للحيوانات؟ هذا المكان حسب مخطط المدينة هو متنزه، بلا زحمة، متنزه لمن؟ للعلاليق، متنزه لمن؟ للقصب. ده تلاحظون انه العراق اكو شيء، يعني لما يحكون اكو مخططات واكو ناس واكو مستشارين واكو ناس دا تشتغل، بس ورا هذا الشغل اكو ناس ما دا تشتغل. هذا الحال اللي دا يصير بيه. ناس لما شافت هذا الفيديو علقت على هذا الموضوع، واول تعليق موجود يعني من رضاوي السراي يقول اي والله هذا اسوء شارع وما بي خدمات. بارك الله بيك. وأدنى عادل الأمين يقول فعلا منطقة تعاني من أبسط مقومات الحياة. لا بارك الله بالمتسلطين الذين جثموا على صدر هذه المدينة. البنية التحتية لا توجد بتاتا من ماء ومجاري وشوارع غير معبدة. باسم مطشر يقول نتاج الحكومات السابقة التي استولت على حقوق الناس الفقراء. أما الدكتور عبد الجبار عبد الله العبيدي يقول ما هو عمل القائم مقام؟ أين الأمانة التي وضعتها الدولة في عنقه ليخلص أو ليخلص في خدمة الناس؟ لا أدري ماذا يقول حين يرى صورة هذا المنظر الذي لا يقبله واحد يقول أنا إنسان. لا هم يقبلوه، هم يقبلوه لأن ما دايرين بال. أما سنطلع إلى نافذة أنت ترى. هاي النافذة أوجدتها قناة الرافدين للمشاهدين حتى يعبرون بها عن واقعهم، يطالبون من خلالها بأي شيء. وصلت لنا رسالة عبر نافذة أنت ترى. الرسالة هذا الفيديو راح تشوفه، تقول إلى من يهمه الأمر، نحن أهالي منطقة المشاهدة مدخل النباعي قرية البوفيصل في محافظة صلاح الدين ومحلات المنطقة وشمعات الغسل للسيارات الموجودة في المنطقة، نرجو من القيادات الأمنية في المنطقة تحويل مكان السونار في مدخل النباعي، وذلك بسبب تأثير ذلك على المنطقة من إشعاع وقطع لأرزاق المواطنين من محلات ومطاعم وشمعات غسل، لكون كل محل ترتزق منه عائلتين إلى 3 عوائل وكل شمعة غسيل فيها 4 عوائل، علما
أن أغلب العمال هم من الخريجين وأهل الاحتياجات الخاصة، وأن ليس لهم أي عمل أو وظيفة غير عملهم الذي أبلغوهم القوات الأمنية العراقية إخلاء المكان ليحل محله السونار، علما أنه يوجد مكان بديل وقريب لا يوجد فيه لا محلات ولا شمعات غسل ولا بيوت سكنية، وذلك بسبب معارضة الجباية عليه، وأن الجباية ليس لها أي عمل في المكان الذي تم الاختيار من قبل أو تم اختياره من قبل وجهاء هذه المنطقة. مع الشكر والتقدير هاي الرسالة اللي هم دزوها عبر نافذة أنت ترى، وأرسلوا وياها هذا المقطع، خلونا نشوفه. وحول هذا الموضوع عندنا من نفس المكان وليد من الطارمية، حياك الله يا وليد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة لجمهوركم الكريم ولقناتكم قناة الرافدين صباحي. حياك الله أخوي العزيز. الله يسلمك. أنا أريد أوصل مناشدتي إلى وزير الدفاع وإلى رئيس الوزراء وإلى قائد عمليات بغداد. نعم. أن ينظرون قضية المكان السونار في منطقة المشاهدة مدخل النباعي، علما توجد ناس كسبة ليس لها مصدر قوت من محلات وشمعات غسل، وأن أغلبهم من الخريجين وكذلك وذوي الاحتياجات الخاصة، وكذلك بسبب تأثيره السونار من شعاع على المنطقة السكنية، توجد منطقة سكنية قريبة عليه. نعم. وليس له مصدر، أن هذه المواطن ليس له مصدر سوى هذه العمل. نعم. الذي يسترزقون منه، علما انه يوجد بديل للسونار اماكن اثنين عندنا موجودات للسونار. وين ذن الاماكن اخ وليد؟ قريبات عليه، يعني ما يبعد ان 300 متر اقل من 200 متر. ها يعني بنفس الشارع؟ بنفس الشارع اي، بس مكانات قريبه على الجبايه، معارضه الجبايه عليها ما اعرف ليش. نعم. تم اختيارها اول مره يعني يم الجبايه، وبعدين رجعوا يمنا ما اعرف، الجبايه عارضت عليه. نعم. منطقة كاملة يعني انتهت، أكثر من 30 عائلة مسترزقة على هذا المكان، كل يترح تصفي بالشارع. نعم. نعم. شكرا شكرا يا وليد، ووصلت رسالة الأخ وليد، واللي شفنا هذا المقطع اللي ظهر قبل قليل حول معاناتهم، واللي دزولنا هاي المعاناة بهذا المقطع والرسالة اللي قرأتها لكم عبر نافذة أنت ترى، اللي يحكون به عن انه اكو اماكن، الاماكن ذني مستفادين من اداء، اكو عوائل تسترزق من هاي الاماكن وهاي المحلات وهاي الاماكن لغسل السيارات، لكن الشرطه او الدوله بلغتهم انه لازم يخلون المكان لانه راح يصير بمكانه سونار، علما انه اكو مكان بديل. فيا عجبا، ليش الدوله دا تقطع برزق الناس في بلد يعاني من البطاله، في بلد يعاني من عدم وجود رعايه اجتماعيه، في بلد يعاني من عدم وجود رواتب، في بلد يعاني من فقر، ما أعرف. هذا تقريبا كل ما موجود اليوم في حلقة صوتكم. لاحظت اليوم حكينا كهرباء، ماء، غاز، خدمات، يعني ذن الأربعة. هسه إذا فكرنا هيك بمعادلة بسيطة، ذن أبسط مقومات الحياة الكريمة، ذن مو مطالب، الكهرباء والماء والغاز أو الوقود وغيرها 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 والتلوث ونقاء الهواء وإضافة إلى الخدمات، ذني مو مطالب، ذني حقك على أي دولة. أي واحد يقعد بالمنصب لازم يفكر أنه يعطيك حقك وأبسط مقومات الحياة الكريمة هن ذني. أما المطالب ذني الرفاهية ما بعد ذلك،
ما بعد ذلك لما الناس تعيش مرتاحة وتقول له أنا عندي أمية أريدك تقضي لي عليها، أنا عندي تسرب من المدارس أريدك تقضي لي عليها، أنا عندي مشاكل بفلان مكان أريدك تقضي لي عليها. ذني اللي بعض دول العالم أكو مؤشر للرفاهية وأكو ناس عايشة في رفاهية عالية من كثر الخدمات اللي هي موجودة عندها، بينما بالعراق الناس نسيت الرفاهية ونسيت الراحة وقامت تفكر بأبسط مقومات الحياة، والداعي بكهرباء، الداعي بماء، الداعي بهواء نظيف، والداعي بخدمات. في بلد مثل العراق بخيرات بأرضه من معادن، من تربة خصبة للزراعة، من وفرة في كل شيء، من الممكن أن تستغل ليكون العراق في أفضل حال ويعود إلى عصره الذهبي مثل ما كانوا عايشين في سبعينيات القرن الماضي، يعانون أنهم يطالبون بأبسط مقومات الحياة. هذه هي مشاكل العراق. مشاهدينا الكرام، حلقة صوتكم لهذا المساء انتهت، نلتقيكم على خير إن شاء الله في برنامج صوتكم يوم الجمعة. في أمان الله.